السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي بنتكلم فيه النهاردة عن ملخص مباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق إيفرتون، المباراة اللي بتقام في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، في المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد. المباراة اللي انتهت بتعادل كل من فريق مانشستر سيتي مع فريق ايفرتون بهدف لكل فريق في مباراة جولة 18 من الدوري الانجليزي، في المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد. ودلوقتي بنشوف تشكيلة كل من فريق مانشستر سيتي، فخليكم معانا شوفوا التشكيل وارجعوا لنا تاني. لكم بعد ما شفنا تشكيل مانشستر سيتي، ودلوقتي هنبدأ بأحداث المباراة. ولكن قبل أحداث المباراة نحب نقول إن فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وإيفرتون في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة. وكان آخر 6 مواجهات ما بين الفريقين قدر فريق مانشستر سيتي إنه يفوز في الست لقاءات، وسجل في هذه المباريات 16 هدف فيما سجل فريق ايفرتون هدفين فقط. واكبر فوز كان لفريق مانشستر سيتي كان بنتيجة 5-0 على ايفرتون في 23/25/21، والمباراة كانت بتقام في الدوري الانجليزي. ودلوقتي هنبدأ بأحداث المباراة. فمن الدقيقة 1 للدقيقة 15 تمريرات ما بين لاعبي مانشستر سيتي وسط الملعب وسيطرة على الكرة والبحث عن الهدف الأول، وتغطيات دفاعية من لاعبي ايفرتون بعد كرات عرضية من خارج منطقة الجزاء. فعرضية من لاعب مانشستر سيتي بيقابلها لاعب مانشستر سيتي، ولكن ما يقدرش يوصل لها وتخرج إلى ضربة مرمى. وعرضية من لاعب مانشستر سيتي ورأسية يبعدها دفاع فريق ايفرتون، وتسديدة من لاعب مانشستر سيتي ولكن إلى خارج الملعب. ومن الدقيقة 15 للدقيقة 30 هدف أول لصالح فريق مانشستر سيتي، وسيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على هذه الدقائق. فعرضية من لاعب مانشستر سيتي ولكن إلى خارج الملعب، وسقوط لاعب مانشستر سيتي لمحاولة الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم بيأمر باستمرار اللعب، وتسديدة من لاعب مانشستر سيتي وحارس مرمى فريق ايفرتون بيتصدى له. وفي الدقيقة 24 الهدف الأول لصالح فريق مانشستر سيتي، واللي كان أحرز الهدف من غيره الغول هالاند في تمريرات ما بين اللاعبين، وتذهب إلى لاعب مانشستر سيتي ومراوغة رائعة إلى الدفاع ويمرر الكرة وبيقابلها لاعب مانشستر سيتي بتسديدة وتهز شباك مرمى فريق ايفرتون. وتسديدة من لاعب مانشستر سيتي وتصطدم بدفاع ايفرتون، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي وتسديدة من لاعب مان سيتي وتصدى لها دفاع ايفرتون. ومن الدقيقة 30 للدقيقة 45 سيطرة متبادلة ما بين الفريقين ولكن دون خطورة على المرمى. فعرضية من لاعب ايفرتون ودفاع مانشستر سيتي بيبعد الكرة، وعرضية أخرى من لاعب ايفرتون ولكن دفاع مانشستر سيتي بيبعد الكرة للمرة التانية، وركنية من لاعب مانشستر سيتي وإبعاد من دفاع ايفرتون، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي وضغط من لاعب مان سيتي ولكن دون خطورة على فريق ايفرتون، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي ورأسية تصطدم بالقائم إلى رمية تميس. والحكم بيعلن عن 3 دقائق وقت بدل ضايع في الشوط الأول. وتمريرات ما بين لاعبي مانشستر سيتي واستحواذ على الكرة لكي ينتهي الشوط الأول بتقدم فريق مانشستر سيتي على ايفرتون بهدف مقابل لا شيء في مباراة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، المباراة اللي كانت بتقام على استاد
الاتحاد في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. ويبدأ الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، فمن الدقيقة 45 للدقيقة 60 تمريرات ما بين لاعبي مانشستر سيتي وسط استحواذ على الكرة لفريق مانشستر سيتي، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي وإبعاد من دفاع إيفرتون، ثم عرضية من لاعب إيفرتون وإبعاد من دفاع مانشستر سيتي. ومن الدقيقة 60 للدقيقة 75 هدف أول لصالح فريق إيفرتون، وتشتيت وإبعاد من دفاع إيفرتون بعد ضغط عالي من لاعبي مانشستر سيتي. ففي الدقيقة 64 الهدف الأول لصالح إيفرتون لكي تصبح النتيجة 1-1، والهدف جه عن طريق انطلاقة من لاعب إيفرتون وسدد الكرة ببراعة وسط غياب عن دفاع مانشستر سيتي لتهز شباك مرمى مانشستر سيتي، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي ولكن لم يقابلها أحد وتخرج إلى ضربة مرمى، وعرضية أخرى من لاعب مانشستر سيتي ولكن حارس مرمى إيفرتون بيتصدى لها. ومن الدقيقة 75 للدقيقة 90 تغطية دفاعية من لاعب إيفرتون أمام هجمات من مانشستر سيتي، وتمركز دفاعي من إيفرتون بعد نقلات من لاعبي مانشستر سيتي خارج منطقة الجزاء، فتسديدة من لاعب مانشستر سيتي ولكن الدفاع بيتصدى لها، وتسديدة من لاعب مانشستر سيتي والحارس بيتصدى لها، وتسديدة ثالثة ولكن إبعاد من الدفاع بتاع إيفرتون، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي وحارس مرمى إيفرتون بيتصدى لها، وعرضية من لاعب إيفرتون ولكن بيتصدى لها حارس مرمى مانشستر سيتي، وهجمة من فريق إيفرتون ولكن دفاع فريق مانشستر سيتي بيتصدى لها، والحكم بيحتسب 11 دقيقة وقت بدل ضايع في الشوط الثاني، فعرضية من لاعب مانشستر سيتي ولكن تخرج ركنية من دفاع فريق إيفرتون، ورأسية من لاعب مانشستر سيتي ودفاع إيفرتون بيتصدى لها، وتشتيت وإبعاد من دفاع إيفرتون من بعد كرات عرضية من خارج منطقة الجزاء، وتوغل من لاعب مانشستر سيتي وإبعاد من دفاع إيفرتون، وعرضية من لاعب مانشستر سيتي وإبعاد من حارس مرمى إيفرتون. وينتهي الشوط الثاني بالتعادل ما بين مانشستر سيتي وفريق إيفرتون بهدف لكل فريق في مباراة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، في المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد. وبكده يكون فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيما أصبح رصيد إيفرتون ب 15 نقطة في المركز الـ16. ودلوقتي هنشوف صور من مباراة فريق مانشستر سيتي وإيفرتون، خليكوا معانا شوفوا الصور وارجعوا لنا تاني. ورجعنا لكم بعد ما شفنا الصور عشان تكون مباراة مانشستر سيتي في هذه الجولة التعادل مع فريق إيفرتون في مفاجأة من العيار الثقيل. فريق مانشستر سيتي ضغط ضغط كبير على فريق إيفرتون ولكن فشل فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدف التقدم لكي يستطيع الفوز على إيفرتون، وفريق إيفرتون ذهب بهجمة وحيدة قدر من خلالها ان هو يسجل هدف غالي، وبعد ضغط من فريق ايفرتون في الدقائق ما بعد الهدف
كان يستطيع أن يسجل هدف آخر لفريق إيفرتون، ولكن دفاع فريق مانشستر سيتي يتألق فيه العديد من الفرص لكي ينتهي اللقاء في النهاية بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، ويفشل فريق مانشستر سيتي في الفوز في هذا اللقاء عشان يوسع الفارق ما بينه وما بين فريق أرسنال في اللعب على الصدر. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ملخص مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، المباراة اللي كانت بتقام على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.